بتشرف فيك وبقول ان الدنيا بحالها حزدان عليكم. بتشرف فيك وبقول ان الدنيا بحالها حزدان عليكم. دي حتى الطيبة دي جواكم بتبان فعليكم. ده مقامكم عالي قوي عندي من بخت الحلو من حظ عشرتكم عندي. انا بالدنيا مقدرش ابعد عنكم ثانية. الله يخليكم. انا وسط ناسي يتعمل من حساب والشهم لي انا كان وسطنا لو حتى احنا الرجوله والالم والاحترام كل ده في البدعنا مليون ده ما ياكلش عايشنا من حنا غير القصير لو حتى دائم يوم عليه على اخوي بيه كلمتنا واحدة وعلى الحلال متربين في أي حتة معروفين من غير دليل أهل الرجولة والشهامة والقرار ابني وأبويا وأخويا صاحبي المحترم أهلي وحبايبي اللي ليهم وضعهم وسهمهم أشهر من ناس على علام الناس يا قلبي لو عشت طول العمر أشكر فيك وصول ما يكفنيش العمر أشكر فيك وصول بتزيد يا نظري يوم يا صاحبي بعد يوم ده انتو ناس قصد وتمام ناس رجولة مش كلام صاحبة حلوة وعشرة أحلى بالتحية وبالحساب انا مش فاضلكم لما افضجلكم هتشوفوا مني حاجات غريبه بشكل تاني وانتوا نصيبكم لما باجلكم بس ابقوا سدوا على اللي يطلع من لسانكم انا مش فاضلكم لما افضجلكم هتشوفوا مني حاجات غريبه بشكل تاني انتوا نصيبكم لما بأجيلكوا يلا يلا اسمع عاملين حبايب للي قدامكم وبس أما اللي غايب لحد فاكره ولا يوم بحاس هو اللي يمشي بالأصول يتعب معاكم فاكركوا ناس لكن خسار تعبين قلبين عمومين جمين ابعدوا عننا من شان الله انا مش فاضلكم لما افضجلكم هتشوفوا مني حاجات غريبه بشكل تام وانتوا نصيبكم لما باجلكم بس ابقوا سدوا على اللي يطلع من لسانكم اللي يمشي بالأصول يتعب معاكو فاكركوا ناس لكن خسارة والإيمان تعبين قلبين عمومين جنبنا ابعدوا عننا جبتوا أجلنا وناس زيكم ده تشبهلكم مش ناقصة كمانتوا أبحل حبة عصافير والدغر كتير ادعوا لده أنا اللي مكبركم مين بيحبكم أي على رأيكم أنا مش فاضلكم لما افضجلكم هتشوفوا مني حاجات غريبة بشكل تاني وانتوا نصيبكم لما بأجلكم بس ابقوا سدوا على اللي